عليكم بدنا نتأخر على الرجال. طيب أخي شو هاد؟ نزلوا 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 منيح. زيك أخي زيك، هذا مالنا للعتوب. هاتوا أخي هاتوا. تعمي تعم. دير بالك يا اشياء على الطريق. ها تسلم شايب عليك. عود اخي عود. تصدق عديل وتصدق مالك علي يمين. انه مالي عاطي فرحتي لحدا بالصبي اللي اجاك، الله يخلي لك اياه وان شاء الله بربى بيعزك ويدلالك بجاه النبي محمد. يطولنا بعمرك اخي، والله يرزقك اخ لزهيره بجاه النبي المصطفى يا رب. كثر خير الله. كل شيء من الله منيح. عليم الله عليم الله. زهيره عندي بتسوى الدنيا كلها. ايه والله. ان شاء الله بتفرح باولاد اولادها يا رب. ان شاء الله. قلتك اخي الله بيعطينا عمر وبشوف بنتي زهيرة عروس. الله يمدلنا بعمرك ويفرحك فيها وبولادها. لك اخي الاعمار بيد الله ما اختلفنا، بس يعني مثل ما بيقول لك المثل، يا واقف على رجليك ما بتعرف شو مقدر عليك. اماني برقبتك عديل، يعني عم بقول اذا بيصير لي شيء لا سمح الله أولاد أخوك شفيق بيكملوا تعليمهم، وخصوصا محمود. بحياتك وبحسك والله يديمك فوق راسهم. وبطول عمرك عديل، وبطول عمرك إن شاء الله. يا أخي شو صار بجماعتنا؟ وصلت له للضاعة؟ معلوم أخي معلوم، الله وكيلك وصلتهم وبنص الليل واستلموهم دغري. وعقلك اخي يكون حدا اشتلع عليك او حس فيك. ها اعوذ بالله. شو الحكي هذا؟ تربيتك اخي تربيتك. وقت انحست علي رمزيه انا وعم بلبس اواعيي سالتني لوين رايح، قلت لها رايح على الجامع صلي ركعتين شكر لله على الخلقه التامه اللي طعمنا اياها. وصدقتها؟ ايه كان اخذها النوم. حكيم الصغير ما نيمها طول الليل. الله يرحم تراب امك. لك اخي كانت تقول دائما الشام الله حاميها والله حارسها. بس اخي هدول الفرنساوية ما في معهم ملعوب. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. لك اخي الظالم دائما نهايته معروفة معروفة. بس اخي هدول القتال والمرجلة معهم وش لوش ما عم تنفع، ما عم تجيب نتيجة. هدول بدهن حديد بدهن حديد. مزبوط لك أخي مزبوط مزبوط، ومعك حق. بس مو كل الحق اللي ليش صحيح الأيام صارت الغلبة فيها المتسلح أكتر واللي معه حديد أكتر. بس صدقني لك أخي الرجولة والسكرتاوية لها دور، ودور كبير كمان. حالنا منزل على تكية نسلمهم الخروف. فدو ابنك الله يسلمه. الله يقدرني على رد جمايلك يا معلم. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الف الحمد لله اللي لساتنا بصحتنا وعافيتنا واللي عم يقدرنا نقوم ولو بجزء صغير بس من واجبنا.
خيركم سابق معلم عاشور، بس ما قلت لي على نية مين هتبيحة هالمرة؟ قل له أبو غالب، قل له على نية مين بعد كلمة بسم الله. بسم الله على نية هالولد اللي الله طعمني إياه، دخيل اسمه الرب. إن شاء الله بيربى بيعزك. ما بدي وصيك أبو ممدوح، الله يرضى عليك، بدي كل هالدرويش يستفيدوا مشان يدعوا لنا بالخير. من عيوني أبشر معلم عاشور، أبشر. يلا شرف أخي، السلام عليكم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، شرفتونا يا سيدي. اي والله والله هالعيشة بهالبيت مع هالولاد لا عاد تنحمل ولا عاد تنطق. ايه وبعدين؟ والله وكيلك يا ابن عمي، ما عاد نعرفنا لا الكنة ولا الراحة، على طول طايشين ولا عايشين. بس خلاص لا تكملي حكيك بنوب، ولا توني ولا تزني سامية، انا خابزك وعاجنك. ايوه يو اي ما احلى صار لي معك عمر. وقت اللي اخذتني كنت لسه ماني طبقة ال 14، وكنت بوقتها حلوة كتير. تتذكر ابن عمي؟ ايه ايه عليم الله بتذكر انك كنت حلوة كتير ورساتك لك ترصانة. بس سامية لا تسلبيها علي، انا المعلم عاشور، فهماني؟ فهماني؟ شلون ماني فهماني؟ لك انت المعلم عاشور سيد الرجال كله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعي مني هالكلمتين النظافة دول. احكي دغري. شوفي يا بنت الحلال، لا تتعبي حالك بنوب ما في خواص، لا انا بطلع عن اخي ولا اخي بيطلع من هذا البيت الا بطلع روحي. ايوه يبعد الشر عن قلبك، ان شاء الله عدوينا كل اللي بيريدوا لك. لك الله يجعل يومي قبل يومك. قول امين يا رب. ولك سامية، سامية قلت لك لا تسلبيها علي، انا فهمانك منيح، هالحكي اللي قلت لك اياه بتفهميه وبتحفظيه وبتحطيه بأعلك وبتسكري عليه، وهالكلام اللي حكيتيه معي قبل شوي ما بقى بدنا نسمعه. الله يرضى عليكي من هلا ورايح. بس يعني انا شو حكيت؟ بشو غلطت؟ بالبخاري؟ اذا الوحده ما فشت قلبها لجوزها لمين بدها تفشه؟ يا حسرتي علي، انا لا عندي لا ام احكي لها ولا اب اشكي له. الله يرضى عليكي سامية، فهمي علي، انا كل اهلك، انا ابوكي وامي وابن عمك، ولك انت جوات عيوني التنتين، بس لا تتدخلي بيني وبين اخي بنوب. بنوب انا ماني مستعد اخسر اخي كرمال حرمه، اخي ابن امي وابي هاد. اعوذ بالله، ليش مين بده هالشي؟ الله لا يفرق بيناتكم. عليم الله نحن ما صدقنا انت رجعنا بالسلامه، وانت بتعرف ابن عمي قديش انا قضيت عليه. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فعلا ان كيدهن عظيم. ولك يا بنت الناس، بتصدقي إذا بقول لك إني ما عم بعرفك طيبة وحنونة، ما بعرفك ماكرة وخبيسة، رح بتجنيني. لأن التنتين سوا وعلى هوا السوق بسوق. سوقي يروحي حطي لنا نقمنا كلها. الله يرضى عليك روحي. شو وين زهيرة؟ عم تلعب مع حسيبة بأرض الديار. لك ناديلي هالدرسانة، ناديلي إياها، عليم الله صاير عم يشتاق لها كثير. ايه على عيني زهيرة، يا زهيرة تعي ابوك عاوزك. لك يلا اهليلي يا كبير. مرحبا يا بي. اهلين يا بي، اهلين. الله يرضى عليك يا حبيبي وسهاتي. ولك دخيل العينتين على هون يا بي. جبت لي وصيتك عليه؟ ايه متكرم عيونك التنتين، ليش انا فيني ارفض لك طلب واحد بس؟ تكبر قلبي. بعيد الشر يا عمري انتي. الله يخلي لي اياكي بجاه النبي محمد. خدي حبيبتي خدي. طعمي ولاد عمك. وطعميني وحدي. ايه ايه. هاتي لشوف هاتي، لا ما بدي من هي، بدي من هي الصفرة. يلا حبيبتي روحي. Thank you.
نعمت حاجة دادا. ما فيني شو. تفضلي تقبريني. لك شي بك متي حالك شي بكين. طولي بالك علي مرت عمي. شو ها؟ لا لسه ما نعمت امسكي دقية كمان. قريضة قريضة تقرض هالجيل شو نعيان إيه لو كنتوا عم تاكلون خالي مو هيك مثل ما بتريدي مرت عمي هلا بعيد عليها بس لأخذ نفس وارتاح لي شوي شو علي تقبريني قومي ارتاحي لك شوي حاكم عم تشتغلي بالفاعل واللي قلنك عم تطحني بالطاحون أسأله أسأله لما كنت صبية كنت لما ندق اللحمة كانت الأرض ترج رج هيك من تحت الجرن هيك تعمل ودقها وكبكبها وأطبخها وما تاخد بإيدي ساعتين زمان هلأ بعدي صرنا نص النهار ولساتنا عم نمهيس ببطن هاللحمة وما كنا نعرف نخلص اي والله والله امي كان دايما تحكي لي عن شطارتك ونزاقتك يا مرت عمي امك ده شي مثل شطارة امك ولا تابتها بس يعني بلا مآخذين انتي مطالعتي لبنوب امي امي يا امي يا امي اختي ما عم تسكت معي ابدا كأنه يعني شاخه تحت او شي بدها تغيير فار ولي على قامتي الحق معها صار بدها تغيير لروح غير لها خير دوين رايحة غير للبنت وبرجع أوام هلأ بتروحي وتستحي ترجعي ليش ما بعرف حواصانك اللي بلا طعمي روحي تيتا روحي حبيبتي روحي انضربي على قلبك روحي يزجي لأختك بالمرجوحة أوام وهلأ وحياة عيني بس تخلص الكبة بدي أعطيكي كمشة تقضامي على السكر بزمتي الدين يا تيتا هزيت لها كتير بس هي ما كانت تسكت أمها تحورعي شو طالع عم دهرني واهي يستر الستار جيل آخر زمان شو مرت عمي بروح بسكتها شوي خطاي رح ينطف قلبها من البكاء ايه لا اتركيها تبكي قال البنات بسبعة رواح مثل القطاط بتعرفي شو كانوا يقولوا زمان أول قال البنت إذا بكي اتركوها بيسود عيونها وبيحمر خدودها تيتين لساتك واقفة بخلقتي لك روحي هزي لأختك وإلا وينك ها؟ بس يجي أبوكي بفتن عليكي وبقول له بأنه أنتي ما عم تسمعي كلمتي بنوب شو رأيك؟ السلام عليكم عمي شاكر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلين برو شلونك عمي شاكر؟ الحمد لله صحتك تمام عمي شاكر؟ بخير شلون الشغل عمي شاكر؟ لك يلعو قلبك شو بده؟ بسلم عليك معلمي أبو مجدي الله يسلمك ويسلمه شو بده؟ بعت لك هدول قال رتيلنا ياهون هات لشو؟ ولي شو؟ أكلون الفيران هدو فيران معلمي أبو مجدي أولاده روح إن شاء الله الله يبعث لك ولدي سر قلبك وخاطرك لك من تمك لباب السماء يا برو قلو وصلوا روح لك شبك تنحان مبروك الله يبارك فيك على شو سمعنا إنه البنت الخامسة جايتك على الطريق الله لا يبارك فيك نلعب وشي وينك سلم على معلمك أبو مجدي يلا نلعب الله يسلمك مبروك يا حرقة قلبي على هالولد جوزي ليش شبه يا بر قلبي عم تغشمي حالك لا والختمة الشريفة اخ يا حرقة قلبي علينا شاكر لا اجا بنت ولا تنتين اجا اربعة ويا خوفي اطبزين للبنت الخامسة بلش الموشح الصباحي المسائي مرت عمي شوفي لي اللحمة نعمت وصارت مثل المرهم قومي جيبي لك كان بصلة وفرمية ومشان الحشوة على عيني ايه
رمزية مرت عادل ابن عمة جوزك صارت بازصت له 4 صبيان على بنت وحدة ما في غيرها، والله يسلم لهم يا رح يصير بطول أبوه، وبكرة بس يخلص دراسته بده يعاونه بالشغل. يا الله يخلي لهم يا البركة رح يصير شب. قولي على قامتي عليك يا ابني، ما لك معين غير رب العالمين. ونعم المعين رب العالمين. ما اختلفنا، بس ماني خايفة هالمرة الا تبظينا البنت الخامسة، سيروا 5. مرت عمي ما قلتي لي كم بصل افروم؟ شي 4-5 بصلات على هوا كبرت بصلة او صغرها. شوفي سميحة بدون زعل بنوبها، وحياة هالسالف الطاهر هاد يلي ما عرف العيبة، إذا بدك تبظينا البنت الخامسة ليكون اليوم يلي بتربعني فيه لكون خاطبت له ونجوزته. وليش تستني مرت عمي لحتى أقول لها ربعين؟ روح اخطبي له جوزي من هلا. الجور ما بيتحمل التور، وانا ما عاد فيني اتحمل اكثر من هيك، من الصبح للمساء وانت نازله فيني تسميع وتلطيش، صار اسمي عندك ام البنات ام المفازير، شو عم جيب البنات من بيت ابي انا؟ لك شو جناتي؟ وعم تردي بوشي كمان؟ امني حبيبتي، منيح يلي ما مليتينا البيت صبيان، شو كنتي سويتي فينا ست بدور؟ لا بدي اعمل ولا بدي ساوي ولا بدي هالعيشه كلها ولا بدي اشحد لمتي، انا رايحه لعند بيت اهلي، وروحي جوزي ابنك لوحده تجيب له صبيان. بدك تحرقي بعدين؟ ايوه ايوه عظيم بعظيم، اذا بتطلعي برات هالبيت مالك رجع له، وهيك تفكري ها بانه حدا حيروح يراضيكي ويرجعك، كثير انت غلطانه، جاجي حفره على راسها عفرت، والحردانه بتروح امله بترجع صيبانه. اسمعي مني ولا تكبريا، واخذي الشيطان ولا تخلي بيتك بايديك. يا منوم استني المستعشي ما كان تسوى على دمه ايه شو علي حلو الدلال من وانا حدو ايه حدو حدو يا قليل الاصل شو بدك بالاحلام يا ولا ما بدي شيء هو عليك يا قليل الاصل والمجدع ولك انا كم مره نبهتك ما تلطش احلامات بالعالم ولك هي اعراض الناس هي اخر مره حذرتك ولا ما حذرتك حذرتني ما دام صيني من طاسة الرعبة الله يجبرك عملت لك شي فنطي
بسرعه. الله حط الله يا خلو كراسكا. لا طول ولا كل ورا. ولك ضربة تخلع رقبتك. هات لشوف. بسم الله بسم الله. يا الله يا رب. ايه سيد راسي، انا حذرتك ولا ما حذرتك؟ حذرتني. ايوه مدام حذرتك. باطل. الله يخلينا ياكن، والله جيتكن لعنا غالية كتير. الله يجعله إلهي من ولاد السعادة ويربى بدلالك ودلال أبوه يا كريم يا حق. الله يحفظك. ليش معزبين حالكن؟ والله جيتكن لعنا بالمكفى. ايه والله ما كان معكن حق، يعني بعد خامس ولادة خمسة بعيون الشيطان ما عاد بدنا نقطوا هدايا. تسلمين إن شاء الله. ايه رمزية غالية علينا وغالي علينا جوزة كمان، وشو ما عملنا ما بنوفي جمايلكم. يا عيب الشوم، شو هالحكي؟ نحن أهل وبين الأهل ما في جمايل. لكن إن شاء الله يرضى بعزكم ودلالكم، وإن شاء الله تفرحوا بولاد ولاده. تسلمي الله يخليك. هات يعني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائلكم والله أحد حوله وحواليه. بسم الله على مهلك. أمين. أهلين وسهلين. من الآمي وبالآمي. شرفتوا والله شرفتوا. تفضل. يسلم حبيبة قلبي. من إيدين ما نعدمهم. مالي شايفة زهرية الصغيرة وين؟ الله يسلمها. تقبر قلبي، عم تلعب هي وبنت عمها حسيبة بأرض الديار. إن شاء الله بتفرحي فيها. الله يخليكي. تسلمي لقلبي يا أم أحمد. بس والله والله إن إجت لقلي مالي نام يجوز ابنه. سلم دياتك. الله يسلمك. هلأ بنتك صارت صبية وجوها الخطاب لحتى عم تحكي هيك؟ أعليم الله. هات لي هم جواز تقد الدنيا وهم هذا اليوم اللي بدها تبعد عني فيه. قدريتوا؟ لا والله ما قدرينا. خير. كنت أم شاكر مرت خاله للمعلم عاشور. خير شبها. قابلناها ونحن جايين طالعة بكياني وعيونها مثل الشيش بركاية. أكيد بتكون متخانقة مع حماتها، يعني كلياتنا منعرفها قديش قوية وقادرة. يحرز دينك حرز مرز، مشان هيك المسكينة مرقت قدامنا مثل الفار الهربانة. بحظي لما كنت اسمع انه حماتها أم شاكر كل يوم عم تعمل لها شر، شنو عم بتجيب بنات سميحة، ما صدقت. ايه وبعدين؟ ايش وبعدين؟ سمعت يعني هيك طرطيش كلام انه عم بتهتى فيكي كل ساعة والتانية، انه شنو ليش انت عم بتجيبي صبيان وهي عم بتجيب بنات. قل اعوذ برب الفلق، هذا شغل الله. لا رمزية جابت الصبيان بشطارتها ولا المسكينة سميحة جابت البنات بكيفة وخاطرة. إن شاء الله العين تطرق طرق وتسفق سفق من بين الحموات. إيشو بإيدها؟ هاي حكمة الله ولا اعتراض على حكمته. لك سامية عيب هالحكي، لا تنسي إن هي مرت خال زوزك ومرت عمك. أي بعت لمية ضربة كبت لك بتلي ما نك سمعاني خرفنتها. ميت أهلين وسهلين. أنت متأكد من أقوالك؟ مثل ما قلت لكم يا سيدي، كل الشغلة تبلي بتبلي. روح اسأل عنه بديرة الصالحية من أول الشيخ بحدين للفواخير، بيقول لكم من هو حده. راكد عم ينطح الناس براسه. دبحني يا سيدي، حلق لي شواربي. بيهون بيهون عليك حدا يحلق لك شواربك. راسه لك. اكتب يا ابني اكتب. بعد سماعي أقوال المعتدى علي بتفاصيل الحادثة، قررنا إرسال المدعي
إلى الطبيب الشرعي لفحصه من النطح الواقع عليه. أبو عزت. حاضر سيدي. بتروح بتاخذ عناصرك وبتجيب لي حده لهون، فهمت؟ حاضر سيدي. إيه شو علي يا حدو؟ كنا بالنطح صرنا بحلق الشوارب، عم تتمرجل على أهل حارتك وين؟ بسيطة. خير لك أخي، ليش هالضجة هي كلها براد؟ الدرك عم يسأل عن حدو. أيوه. نطح له شي حدا مو هيك؟ ايه يا اخي، ايه ناطح واحد على حد علمي انه تاب وبطل مشاكل. اخي من كل بد لازم تشوف لك شي صرفه معه، ولا اقول لك دنا بالكلب بضل اعوج. عيب لك اخي عيب، شو الحكي هذا؟ ما بيجوز الحكي منوب. حده بني ادم منيح ومعدل وما بيحب الغلط. هذا اكيد شي واحد عامل معه شي زايحه على انه يا رب. مش عادي جهز لي الطلبيات لبين ما نرجع من الجامع. حاضر معلم. روح اخي روح روح بلا ما نتاخر على الصلاه. دير بالك على الرزق حبيبي. حاضر معلم. وكلخت لك يا هديك النطحة وحتما صار دم حميمه. مفرق عليك وبلش يصرخ ويقول لي يستر عرضك يا حدو، بوس رجلك يا حدو، مشان الله اتركني يا حدو. مسكته من راسه قلت له بي عليك يا واطي بي، بدك تعلم علينا؟ وشحطه من رجلي من عند الجرن لدكانة أب مجدي. قلت له وياك هات المكنة. مسكته وحطيت المكنة على وشه. قلت له حذرتك ولا ما حذرتك؟ وشو قال لي؟ حذرتني. ايه عليك، حطيت المكنة على جواربه وبلشت فرم تك 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 تك. شو بعينا؟ طب افاتوا شعرك. ما تواخذني ان شاء الله. يا عرق حريشك. لك هلا انت ما حتبطل يا عط النطق. مو بايدي لك قعود، مو بايدي، مو بايدي. بس هيك فرتن ونكرز، مدري شو بصير لي، هون بصير بيحكني، بصير بس بدي انطح، بس بدي انطح. انا بقول لك شو بصير معك. شو؟ إيه بدوش حجرك. هي هي. يا عرق حريشك. بس بتعرف؟ والله يخرجوا الله لا يقيموا. لكن عرض الحارة من عرضنا ونحن ما بنسمع لحدا يدوس على طرف من طرفنا. لكن بدي اعلم علينا. قولتك لك قاعود ممكن نشتكي عليه للمخفى. بعرف لو انا محله. ايه وحياة اختي لروح اشتكي عليك. اشتكي علي ايه؟ لكن قلعت له عينه وحلقت له شواربه وما بعرف شو وما بدك اشتكي عليه. علي ايه يا قاعود؟ لكن شو؟ علي ايه؟ روق حدو روق. شاي شاي لك شاي. عم انزع معك، عم انزع معك، افتح علي شلبك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعلم أبو مجدي. المعلم برو. قصدي أنا مساعده لمجدي. مرني. لا يا عمر عليك غالي. جمعة مية إذا تكرمت. أي على راسي. شرف أخي. تسلم. هلا. أكيد هالزلمة غريب. أول مرة بشوفه عنا بالحارة. يا ترى شو بدهم معلمي أبو مجدي؟ الحمد لله. ما قلت لي أمتى يرجع أبو مجدي؟ والله يا أخي ما له ترم، يمكن يجي يمكن ما يجي. بتحب له شيء؟ الحقيقة جاي من حجاز ومعي مكتوب من هناك لأبو مجدي. خلاص عندي أنا بوصل له إياه. لا أنا مأمن ما أنطيه إلا أبو مجدي.
يعني ما بمشي الحال اسلم انا المكتوب عنه؟ لا بالله ما يمشي الحال يا اخوي. المهم بده يطول ابو ميسري. شوف اخي علمي علمك، هلا انت بتقعد بتنطر من هون لصلاه العشاء، وبعد صلاه العشاء اذا الله اراد يمكن يجي يمكن ما يجي. المهم المكتوب مختوم، سلموا ياه وقل له من الحجاج. خلص اخي اعتبره وصلت. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. ما بتراجعني مخك وبتقعد تتغدى معنا؟ تشكر يا اخوي وراي شغل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معقول يا اخي؟ خليك نافخ لا تفيس، دقايق وبرجع لك. إلهي ربي يقيم من عمري ويحط عمرك بجاه سيدنا محمد ويديمك تاج على راسنا يا حق. اللي بدك اياه احكي بلا مقدمات. كرمال سيدنا محمد اللي مسكت شباك وزرت مقامه. ألف الصلاة والسلام عليك. احكي بالمختصر شو بدك؟ بدي شو بدك؟ احكي. بدي اترجاك تخلي سميحة تبات عنا اليوم. ما سمعت وما بدي اسمع. كرمال النبي كرمال الله لا تكسر بخاطر البنت، خليها عنا اليوم. قلت لك ما سمعت. طب بس اليوم بتبات وبكره بتروح. ومن ايمتى انا برجع بكلمه قلتها؟ هلا حماتها بدها تصير تتقاطع فيها وتركب حيطها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بقول لها تورت اللي حلبه. اسمعي أنا ما عندي بنات تترك بيتها ورجالة وأولادها وتحرد وتتمحرد، فهماني؟ حاضر. روحي عجلي بنتي والبسي انتي كمان، خلينا نلحق نوصلها بمتعتم الدنيا. قولي لحمادة خلينا نطلع عند الحلواني يجيب لي عنده صفط حلو ما حلو يفوت ايدنا فاضية. حاضر بنعمي. أنا برهم علمتي، بدي معلمي أبو مجدي. هذا أنت سبع البرمبري نازل طرق سفق على الباب كأنه باب خان. لا تواخذيني معلمتي، بدي معلمي أبو مجدي. شو بدك منه؟ خير يا طير؟ معلمي قايل لي إنه ما أحكي الشغلات تصير معنا بالدكان، هيك موصيني. هلا بتحكي شو بدك منه ولا بترس الباب بوشك وبقول لمعلمك خليه يعرف شغله معك ها؟ لا يستر عرضك. اللهم طولك يا روح، فهمني شو بدك وأنا بقول له. وصله مكتوب من الحجاز هلا ولازم سلمه اياه يدا بيد. يدا بيد؟ معلمك اخذ سهو ما راح افيقه، اعطيني المكتوب وانا بوصل له اياه. يدا بيد. لك هذا المكتوب بقى لعيد قلبي. بيجي مرسيل ومكاتي هاتي لشو؟ لك خير شوفي. هاتي لشو. يا نسيبة قولي شو في؟ ابن عمي وعرق عيني. منو هي كمان؟
انت ان شاء الله بتنقلع عينا. تقبريني كملي كملي. بعد التحية والسلام متمنين من المولى عز وجل أن تكونوا على ما يرام، أنت وكل العائلة فردا فردا، وإن تكرمتم بالسؤال عنا فنحن بخير ولا ينقصنا سوى مشاهدتكم. إن شاء الله مشاهدة عزرائين يا حق بليلة بدر. لك حاجة بقى تقاطعوني، وانتوا يا أولاد اطلعوا لفوق، لك اطلعوا من وشي. ايه كملي تقبريني لشوف هالحورة شو صففت له حكي، ان شاء الله بتبقى حكوى يا رب. ابن عمي انت بتعرف انه مالي غير الله وغيرك، الله ياخدك، وانا اعتمدت ارجع للشام لانه ما في ابرك للواحد من بلده. عمتي وبترجعك طلع المستأجر من البيت، واذا كان بده تصليحات اعمل ما يلزم وكل شي بسوابه، وعن قريب بكون بطرفكم والسلام ختام. بنت عمك فكرية. ومينو هاي فكرية يا بعدي اللي طلعت لنا مثل حمصة الكين؟ لك شو بعرفني أنا أم زهير؟ شو بعرفني؟ مجدي أنت أقدم وحدة فينا، أبو مجدي عنده بنت عم اسمها فكرية ساكنة بالحجاز. بحياته ما ذكر اسمها قدامي. يو 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 لك من وين طلعت لنا مقصوفة الرقبة بآخر العمر؟ بيكون أبو عين زايغة متجوزة بالحجاز. والله والله ومالكن علي يمين، انه قلبي من جوا كان ناقذني من وقت اللي هبط عليه الايمان والتقى فجاه من 5 سنين وجاي. مزبوط مزبوط حكيك، لانه صار له 6 سنين عم يروح على الحج. قال شو عم يضحك على اعلنا وبقول انه عم يشوف الرسول بمنامه عليه الصلاه والسلام. طلع عم يشوف فكريه خانم بمنامه. يا ويلي هلا بنورجي نحن ثلاثه لابو عيون زايغه. اريده تقرضه. ايه ممكن فينا نحن ثلاثه. لك شو مقصرين عليه حتى يجيب الرابعه؟ مقصر عليه لك نسيبه. انتي لك ام مجدي؟ يو شو هالحكي هاد؟ هو عينه فارغه. شوري علينا لك نسيبه شو نعمل؟ بدكم نصيحتي؟ ايه تقبريني، انتي متعلمه ومعك سرتفيكه. انا برايي نحن ثلاثه نعمل حالنا، ما لنا دريانين بكل القصه، ولا مين شاف ولا مين سمع. يعني ما نجيب سيره المكتوب بنو بنو؟ ومين الفالحه بيناتنا بدها تعمل حالها مدريانه؟ نحن ثلاثه بدنا نعمل حالنا فالحين ونعمل حالنا مدريانين بالقصه، ونضل ندقدس من تحت لتحت لحتى نعرف شو القصه وشو الحكايه، وبعدين لكل حادث حديث. شو بدنا نساوي؟ لك والله لك نسيب حكيك مزبوط، لانه الواهي والمكار بده الاوهى والامكر منه. مشان هيك لازم نتفق ولا وحده فينا تحكي، وبعدين بنلحق الكذاب لورا البق. والله وانت قلتيها، اساسا انا ما عاد تفرق معي، هالخده تعود على هاللطم. ولا انا سامحك يا ابو مجدي. اسكتوا يا ابو عين زايغه. مثل ما اتفقنا شو؟ ايه ايه انا مش خايفه من شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو خير؟ شو في؟ شو مجمعكم مع بعض انتو ثلاثة؟ شو لم الشامع المغربي؟ شو في؟ لك ان شاء الله بتقبل قلبي، يعطيك ألف عافية. ان شاء الله ما بعد محطر لي يا حق. ان شاء الله ما بحترمك ولا بحترم فوتك علينا بجاه النبي. شو الحكاية يا ترى؟ أكيد هالمسايرة فيها إنا. الله يجيرنا. شو كنت عم تقول ابن عمي؟ عمول انه يعني يالي عليكم انه الله سبحانه وتعالى قديش بيحبني ورضيان علي لحتى بعت لي هيك نسوان لا في اظرف ولا احلى من هيك. يلا شوف كل واحد على مربعه. يلا والله لسه عندي نازلي جمعتهم هيموا لالله منوب. لازم ويا بناتهم وما خليهم يتفقوا، لانه اذا اتفقوا رح يتفقوا علي. شو علي؟ خير يا أبي. الله لا يصبحك بالخير أنت التاني، ولك الدنيا رح تصير عشي. عشي؟ الله يسلم إيدي إلا قاعد فعل أشي ظريف. صحتين وهنا على قلبك. صب لك كمان؟ لا ما في داعي، خلص نبري منيح لي خلاص. شو قصدك؟ لا تكون متضايق من قعدتي لك قاعو. لا لك حدو انا بدي اتضايق منك. ليش انت متضايق؟ انت حالي حدو ايه؟ يستر على اختك.
جيت لعندي فطرت وتغديت وشربت شاي. شو رايك تنام؟ ايه والله فكره فلع. مقول لحالي شبني يمكن نعسان. اه بدك تنام يعني؟ لا تكون متضايق لك عود اللي لا ما انا متضايق منك، بس انت بتسترجع لا تطلع لبرا. شو قصدك يعني انا بخاف؟ لك عم بتخاف، انت ما بتقعد بطلع غير بالليل مثل الوطريط. الي هالحكي؟ لك انا الي. ايه طيب ماشي، رح اطلع وارجيك اني رح اطلع. لا عود 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 خليك. لا لا لازم امشي. حلفتك بالله تعال. لك يا اخي فطرنا وتغدينا وشربنا شاي، خلص خليني امشي. بالله عود. لا لا بدي امشي. عود العشاء. لك خلص بدي امشي. بدك شيء؟ الله والنبي معاك. يلا خاطرة روح روح، ربي يفتح بوشك. الله يسكر بوشك يا قاعود. شو قلتوا سيدنا؟ سيد راسي والله ما قلنا شي، بس قومي يا بنت بوسي ايد مرت عمك واطلبي رضاها. بوس البسبوس الحي بسبع روس. شو ما سمعتي؟ قومي بوسي ايد مرت عمك. طول بالك يا رجال، بنتك تربيتك الله يرضى عليها من فوتتنا باست يد حماتها من غير ما حدا يقول لها. ولو كان بدك بوس ايد حماتها صبح ومساء وتطلب رضاها، هي امها التانية. امرك يا بي. طب عمي هات ايدك لبوسه. الله يخلينا ياك يا حق. الله يصلحك ويهديكي. يعني كان لازم تحردي وتروحي لبيت أهلي وتقلقيهم. إيه الله وكيلك، الله وكيلك يا أبو رسمي بأنه أنا عم داريها مثل عين الرمضان. هذا من عشمي فيكي سميحة بنتي، ومثل ما قال المثل إيه مو أهلك اللي باعوك، أهلك يلي اشتروك. إيش لك أنا قضيت لأخذها لأبني شاكر. إيش إنه بنت قصور مقصلة منسلة، والأب كل أعوذ برب الفلق صدم. صندة صندة يا مصندة مندة. لك ها هي لك ابني شاكر شبك هي تقبرني، والأم أهل الصالحية كلهم بيحكوا بأفضال أبوها وإيده الممدودة للفقير والدرويش. الله يحفظك ويطول بعمرك، هذا من أصلك الطيب. ولي على قامتك على لسان بحياتي اللي زرته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بيهون عليك بنت أبو رسمي المقصلة بأنه تحرد وتفتح باب صقاق وتترك بنتها الصغيرة اللي لسه ما طبقت السنة وتحمل حالها وتروح بلا أحم ولا دستور. الحية وقت بتتضايق بتعض نبه، ويا على قامتي لو ما كانت مقضية لمصدية ما تركت بناته مشيت. يه 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 تقبريني. من شو بدها تتضايق؟ من سبع سلايف يلي عندها ولا من شغل البيت؟ صدقني صدقني يا أبو رسمي بأنه أكثر شغل البيت عم يطلع من صموطي. يا مو من شان الله صلي على النبي، مو حلوة الناس لا يصير بصابنا.